نشكر الإخوة في جمعية بيت السلام ونشكر الإخوة الشعب الباكستاني على تقديمهم هذه المساعدة ومشاركتهم في دعم أهلنا في غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. فكما تعلمون تم تجهيز الوجبات في مطبخ شهداء ماضي مرمرة، والآن أتينا إحنا لتوزيعهم على عائلات البيوت المهدمة في هذه المنطقة. نشكر الإخوة في جمعية بيت السلام على دعمهم لهذا المشروع، كما نتقدم بجميل الشكر للإخوة المصنفين من باكستان وغيرها الذين قاموا بدعم هذا المشروع. شكرا لكم مرة أخرى من غزة.